نعالج أكثر مشكلة بنفس الوقت، الأكل حليناه. ممكن في خلل ثاني اللي هو مسألة البيوت. أي شوف الفرستر، شوف يوم تشوف في ضعف إنتاج اعرف يا عزيز المشاهد أن عندك مشكلة في بيوتهم. بيته شوف وين، يعني بالله عليك، يعني بالله عليك، يعني هسه احنا تفضل بالله عليك، يعني في حظر تجوال وتفضل، وفي هاي المناطق المعدمه شرق بغداد تفضل ونايم المدلول حلوه نومته، يعني ما 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 يصير هذا الكلام اخواني. عقل ماكو وربي، عقل ماكو، ما هو متعلم. هذه فائده التعليم يا شباب. الاكل 340 من بعد 10,000 اعزائي المشاهدين، وحنا بصدد كارثه ومجاعه على امل ان هذه الفاصوليا تنقذنا. 92 يا ساتر، صار العدد مكون من رقمين، والله الوضع يخوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بنشت أو المنفين. هذا المقطع برعاية ستريبسلز، مفيد جدا يا علام والله الربع ذروني. حلقة تنزل لا، والمشكلة الحلقة الأخيرة ختمناها على قلق الأكل. أذكر أنه كان في بداية الحلقة الماضية 10,100 كان رقم مميز أتذكر، وأنهينا الحلقة على قرابة 1000 أو 1800 مثل ما تشوفون. فنوقف اللعبة شوي ونعيد حساباتنا قليلا. أول شيء نشوف مزارعنا كلها شغالة. نغير إلى بوتيتو، هذا أول شيء عشان السنة الجاية يصير فيه تنويع. هذه الشغلة الأولى. طبعا سعادتهم مثل ما تشوفون، مش سعادتهم، صحتهم راح تزيد. يعني مثلا لو مسكنا احد البيوت هنا، هذا فيها شخص واحد، شوف الهيلث، يا ساتر لا كذا متفقنا. انا على بالي ثلاثه، هذا ميت، هذا بيموت بعد شوي. كلين فيرلين رحمك الله، كن طيب والله. بورتز وصل عمره 29 توه انولد اول امس. هذا اللي يزيد عمرهم في السنه ولا في الموسم؟ انا لخبطت صراحه، يعني ما لعبت 29 سنه، انا توني في السنه 16. ممكن كل موسم او كل ما ادري والله. صحه بورتز 2، خلنا نشوف الانفنتوري عنده. ولا هذا اللي على وشك انه يموت، هذا البيت الاولي كلين في، ما عنده الا الصويا بينز. المعلومه هذه مهي من الكيس، المعلومه هذه سلمكم الله من موقع banishedinfo.com. يقول لك citizen health is affected بالدايت حقهم، number of food types they have available to them، يعني الاكل اللي متوفر له في البيت ياثر على صحته. فالتنويع شيء مهم. هذا ما شاء الله التنويع واضح انه من الهنتر. طبعا الهنتر راح نزيد فيه واحد لان الاكل مثل ما تشوفون فيه هبوط كبير. هذا الهنتر وينه؟ هذا الهنتر بنخليهم اثنين لان التنويع اللي يجيبهم هم غير كذا يجيب لنا الفيذر اللي نستعمله مع الملابس. وش رايكم نخليهم ثلاثة هنترز في هذا المكان شغالين. هذا الخياط اللي ياخذ الفيذر، ما ادري كم واحد انتج لنا 9 سرفايفر كوت، بس لين الحين ما في اي فائض من الملابس لأن الشعب كله بحاجة الملابس، لسه ما غطى الاحتياجات. طيب ثلاثة هنتر مقبول. القذر عندي واحد، بخليه واحد، نشوف نقيس الوضع مع الأكل هل بيزيد ولا لا. في نهاية الحلقة الأخيرة أتذكر أني هدمت هذه ثلاث بيوت، أبغى أستبدلها بالستون هاوس، وعندي هوسبيتال هنا. الهوسبيتال المفروض أنه ما نحتاجه على حسب كلام الموقع أنه يتأثر يعني بتنويع الأكل. راح نجرب هذا الشيء. ممكن العسل هذا أودي واحد هناك بحيث الجماعة اللي هناك كلهم يصير عندهم تنويع في الأكل. والوود كتر هذا ضروري نحل مشكلته لأن الفاير وود لين الحين عندنا صفر والخشب صفر. ففي هذه الحلقة بإذن الله أني ما أختمها إلا وأنا حال مشكلة الخشب، وبنفس الوقت مشكلة الآيرون. الستون ما عندنا أي إشكالية فيه من بعد صاحبنا الوحش هذا، لدرجة أنه وقفنا الماين أو حتى كنسلناه اللي كان موجود هنا. شوف تأثيره ما زال موجود. هذه مشكلة الماينز أنه ما يروح تأثيرها. هنا فيه الماين هذا، راح ممكن نستخرج منه الكول اللي هو الفحم هذا راح نيجي عند الحداد، والحداد هذا الحداد البلاك سميث حاليا هو يسوي لنا الستون تول، ياخذ واحد خشب لوك واحد ستون. ممكن نسوي النوع القوي من التولز باستخدام اللي هو الستيل تولز، باستخدام واحد لوك واحد ايرون واحد كول. فندخل الكول هذا في العملية، لكن مش الحين، مجرد ما يخلص بناء هذا راح نثبته عندنا. عشان الادوات الحين اذكرنا في واحد يسوي الوود، هذا هو باستخدام خشبتين، هذا بس مؤقتا عشان لا يوقف علينا عدد التولز. مجرد ما يوصل 20 راح اوقفه. شوف هذا للحين ثلاث مطالب بالتولز، حتى الخشبي ما توفر لهم. فعندنا اشكاليات كثير، عندنا نقص في العمالة. اذكرني بنيت بيوت كثير، هنا بيت ستون وهنا بيت ستون وهنا بيت ستون، وهذا الهاربستر لسه ما خلص. خلنا نقدم الوقت شوي ننتظر الموارد الجديدة. هنا يشتكون من البرد. اول شيء راح اشوف مشكلة الخشب. عندنا الفورستر اللي موجود في هذه المنطقة،
كات ان بلانت 4. اوكي طيب، هذا الستوك بايل بعيد ما اريدهم يستخدمونه، بنسوي له الغاء. الخشب هذا نقول لي اياه، الفورستر ابغاه يجيب الخشب هنا يقربه للجماعه هذا الاثنين. شوفوا كيف هذا فيه له 4 لوكس، والخشب الثاني راميه هناك، يعني كلهم الوود كثر يضربون مشوار لين هناك ياخذون الخشب، فهذه غلطة. الغلطة الثانية الوود كثر، وينه الوود كثر؟ ما في جنبه ستوك بايل، ستوك بايل هناك، فبعد ما يسوي الفاير وود يروح يحطه هناك او يحطه هنا. ممكن نسوي ستوك بايل خشبي هنا يصير على طول ينحط هنا، وبعدين يروح الى المصنع اللي بعده، وهذا ستوك بايل خشبي، خشبي مخصوص. هذا ناس ليش سويت له إزالة؟ ظهر انه موقعه كان غلط، مو مشكلة. اتوقع اثنين كافين لو يشتغلون زي الفل. هنا 3 من 3، والاثنين البقية وين؟ واحد هناك، اوكي، وواحد هنا. الواحد اللي هنا راح نخليه، بنقص واحد بلدر، راح اخليهم 2. يقول لي فيه مشكلة، ما عندي خشب. ليه ما عندك خشب يا قلبي؟ يقولك يسوي 5 إلى 8 فاير وود باستخدام 2 لوجز. اللوجز حاليا ما عنده شيء هنا، ليه؟ طيب الفورستر اللي هنا منهم 4 شغالين، ما يقدرون يوفرون خشب؟ سيريسلي؟ اوكي هذا توفر خشب، خلينا نسرع الوقت اكثر شوي، خليه يضرب 5. الاكل حلو، فيه ازدياد شويه. انا خايف من موضوع الاكل، احس اني بنتكب، بس ان شاء الله الامور طيبه. نعالج اكثر من مشكله بنفس الوقت. الاكل حليناه، الخشب ان شاء الله الحين بنحله. الحلوين اللي شغالين هنا وينهم؟ ممكن في خلل ثاني اللي هو مسألة البيوت. اي شوف الفورستر، شوف يوم تشوف في ضعف انتاج اعرف يا عزيز المشاهد ان عندك مشكلة في بيوتهم. بيته شوف وين، يعني بالله عليك، يعني بالله عليك، يعني تفضل الان، يعني تفضل ساد على وياي انت، تفضل يعني تفضل، يعني هسه احنا تفضل بالله عليك، يعني في حظر تجوال وتفضل، وفي هاي المناطق المعدمه شرق بغداد تفضل، ونايم المدلول حلوه نومته، يعني ما 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 يصير هذا الكلام اخواني. تفضل الان هذا بنص البيوت وبنص، تعال بابا، تعال تعال اقعد هنا. عقل ماكو، وربي عقل ماكو، ما هو بمتعلم. هذه فائده التعليم يا شباب. طيب في بيت ستون انا اعطيه اولويه في هذا المكان، اتوقع واحد مش كافيهم. هنا في الثاني، الثاني هذا لوين وين ساكنين الثانيين؟ اوكي فورستر، لكن الظاهر انه في اكثر من عائلة، يعني يحتاجون 3 بيوت، 1 2 3. الخيمة هذه راح الغيها. هذا الخيمة من اللي شغال فيها؟ الوود كتر. ايش الاستهبال والعباطة اللي صايرة هنا؟ عطنا ستون هاوس ثاني في هالمنطقة. والله راح نحلل الماركت، كويس اني سويت الماركت. اذكركم ان الماركت وظيفته، طبعا بيته يمكن بعيد الماركت، هذه مصيبة بيكون زعلان. نوعا ما بعيد الماركت، يروح الاسترج هذا هو، شفتوه بعربته هذا هو، يروح يجيب الاغراض من جميع المخازن اللي موجوده حول العالم، ويصيرون اللي شغالين في هذه الوظائف اكلهم قريب، يعني وظيفته بس يقرب الاكل. راح اخربها شوي واسوي ضرب 10 اشوف الاكل. 3400، ابغى احد ينولد. تقريبا وصلنا لمرحله حاليا، ضرب 10 يا شباب، وصلنا لمرحله ان الاكل ستيبل. شوفوا كيف 3300. اوكي الايرون عندنا مشكلة فيه، الستون قرب يخلص بسبب بيوت كثيرة من الستون جالسة تنبني. ما ادري ليش المزارع هذه ما شفت احد زرع فيها. 500 الانتاج، ليش 500 يا قلبي؟ الاكل رجع 1970، ما اقدر اخذ اي احد من الاكل. طيب اوكي خلينا نشوف المصادر الثانية، ممكن نقص من بعض المصانع. هذا لحم الاحصنة، الليذ اللي عندي ما شاء الله 92، دام 92 الخياط بقول له يا قلبي اشتغل على الهايت كوت حاليا، لان حاليا اغلب وقته يكون واقف. عندنا اللمبر 80، ممكن نوقف اللمبر. اللمبر اصلا حولناه الى فاير وود، كم ينتج لنا؟ 18. اوه 162، والله شيء جميل. ان شاء الله بنحل مشكلة الفاير وود، خصوصا ان هذا راح نزيد فيه واحد. حلو زاد عندنا ليبر واحد، بس حاليا بزيد واحد. انا متأكد ان الفورستر اول ما تنحل مشكلة بيوتهم راح يضبط وضعه. مصانع الكلية راح اوقفها فترة. واو الروتس 400، البصل 111، جانا تاجر. بس دقيقة ابغى اشوف شيء اتخلص منه، طلع لي عاملين. مشكلي، ايش عندك يا عزيز التاجر؟ نوقف الوقت شوي. جايب لي لحم تستهبل، خلنا نعطيه اوردر. هذا ما يجيب مصادر، بس يجيب الفاكهة كذا جاهزة. نبغى بذور احنا، توكل على الله. طيب الاثنين اللي في الكلية يا شباب راح اوقفهم فترة، هذا كلي وهذا كلي، راح اوقفهم.
كذا كسبنا 2 عمالة في صريفة سريعة عشان يخلصوا لي بيوت الستون هذه. المشكلة مش هنا، المشكلة في الستون اللي موجود هنا. هذا صاحبنا ما بيلحق، فخلنا نساعده ونسرع الوقت ضرب 10 دام الأكل عندنا مستقر، ما عندنا أي مشكلة إن شاء الله. شوف الخشب الحين بدأ يزيد، البيوت الخشبية كم تطويرها. أذكر أنها استثمار سيء، يعني أنك تبني خشبي في البداية وبعدين تحوله إلى ستون تطويره يكون غالي. يعني حاليا ابتدينا ب 16.8، نعطيه أولوية. يا إلهي الأكل 600، كيف الحال يا شباب؟ حلو، صار 5 عمالة، نحط 2 مهندسين يخلصوا لنا هذه البيوت. وإن شاء الله أن الفورستر بس اللي يسكن فيه، ما حد يجي يشله عليه، أتمنى هذا الشيء. يقول لي تولز إز لو. هذا أنا مشغل الخشب. العمالة مشغولين في قص الخشب من الحلقة الماضية، وصيتهم يجيبون الخشب اللي هنا. طيب الفورستر هذا ممكن عنده مشكلة. خلينا نشوف بيته. يا الله يا كريم. يا الله يا كريم. تعال بابا، تعال. نحط له بيت خشبي هنا، ولا نقول بيتين. لأنها أكثر من عائلة تقريبا. واحد هنا، واحد هنا، واحد هناك. يعني نحتاج بيت واحد وبيت ثاني، حلو. البيتين هذول راح يكفون لمشكلة الفورستر. نيجي نتبع مشكلة الوود كتر. الوود كتر بيته قريب، والستورج قريب، والستوك بايل قريب. وهذا برضه ستوك بايل عنده. الستورج، البيوت هذه تحتاج ستورج قريب منها، يعني عشان يجيبون الأكل يضربون خط لين هنا. غير كذا الشارع هذا ودي أطوره لين ما أخلص مصانع البريك. أقل شيء أحطه ستون، أقل شيء هالمسافة. وبعدين الثاني هذا حطه ديرت. طيب الوود كتر الثاني عشان نحل مشكلته الأكل 300. يا عيني يا عيني، الوود كتر الثاني مزارع إنتاجها سيء، هم جالسين لقطون، مفروض أن تزين الأوضاع الحين. الوود كتر برضه بيوته بعيدة، كم شخص فيه؟ 3 أشخاص تقريبا، أنه مش من عائلة واحدة. تعال بابا تعال. واحد في الخيمة، الخيمة هذه أنا بلغي لك إياها عشان ترتاح. واحد، يا سلام سلم. واحد، شوف وين الثاني. هذا عشان لغيت الخيمة الظاهر، نبني له الود. للأمانة غلط أني أبني، شوف واحد اثنين ثلاث أربع بيوت، وهذا خامس بيت في منطقة الفورستر. كذا أنا أخذ مساحات كان من المفترض أن ينحط فيها أشجار. فالحل في هذه المرحلة أن نبني بيوت أو بيت واحد طابقين يشيل عائلتين ثلاث، أو حتى في بيوت 3 طوابق. لكن هذه البيوت تتطلب متطلبات لسه ما عندي، ممكن نجيبها من المصانع قدام شوي. فالمصانع هذه حق البريك برضه راح تفيدنا. مثل ما قلت لكم، أول شيء في تسريع الطرق كاملة في المدينة، والشغلة الثانية اللي هو في البيوت المتطورة. جاءنا تاجر نشوف ايش عنده. اللنتل هذا ب 2500 اللي هو العدس، بس تقريبا المشكلة ما يبغى الشغلات اللي موجودة عندي. البطاط والله العدس كويس، بس للأسف ما عندي شيء أبيع له. يعني أغلب الشغلات اللي عندي ما يريدها، فللأسف راح يروح علينا. ولكن راح أطلبه بالويت، لأن مثل ما قلت لكم الويت اللي هو القمح يساعد بصحة أهل المدينة. هذا هو الويت سيد. حاليا وصيت شخصين، إن شاء الله واحد منهم يجيبه. هذاك يستاهل تضحية بكل ما عندي دام يساعد بالهلث. الحين هذا لأهل الزراعات، خل الشتاء يخلص بس، ودي أشوف إنتاجهم. الحين العمالة مفروض أنهم يحصدون. 3 بيوت هذه قربت تخلص، حلو. إن شاء الله أن موضوع فورستر راح يخلص. الأكل 340 من بعد 10,000 أعزائي المشاهدين، وحنا بصدد كارثة ومجاعة، على أمل أن هذه الفاصوليا تنقذنا. 92، يا ساتر، صار العدد مكون من رقمين، والله الوضع يخوف. على شفا حفرة، خلهم يحصدونه كامل. والسنة الجاية نقول لهم بلاك بيري عشان يصير فيه تنويع في المخازن، وإن شاء الله نزيد سعادتهم. خلنا نعطي أولوية للأكل، ننقص واحد بلدر، نشوف صاحبنا هذا انحلت مشكلته ولا لا. يا عزيزي الفورستر، أوكي، في هذا البيتين كذا جميل الجمال، وهذا ما زال متشعب في هذه البيوت، لكن مجرد ما ينبني هذا راح ينتقل. هذه مجرد ما يزيلونها لازم نستعجل في موضوع الستون هنا، لأن في مصانع كثير قريبة أنا متأكد أن فيها خربطة صايرة. على سبيل المثال هذا الوود كتر، شوفوا وين سكن. أولوية الله ليهنكم أعزائي المهندسين. جانا تاجر ثاني الظاهر، سيد أويل 25 هيلينج بوشن ديت سيد، أو تمر. أوكي، هذا يقبل البطاط،
فممكن أن تاجر، ما راح أضحي بكثير، راح أشتري بعض الأغراض 6-5-9 100 من هذا وثلاثة سيدز. الهيلينج بوش إن شاء الله راح يفيدنا في العلاج. الديت سيدز اللي هو تمر، بذور التمر ما راح أقدر أشتريها ب2500، تضحية كبيرة بالأكل، وما عندي شيء ثاني تاجر فيه. البتر برضه راح أشتري منه 100، بنتبادل ب600 من البطاط و59 من الفودر ثاتش اللي ما أدري وش استخدامه. تريد هذا الدبليو ويت، ويت عنده بس ما عنده السيدز حقها. المشكلة أن الناس العنصر الثاني اللي يزيد صحتهم مع الويت، والله يعني طفشتهم بالويت. يلا خل الموسم هذا يخلص ونعطيها ضرب 10. الفاير وود بدأ يزيد، تكفى تكفى تكفى، قل حلينا المشكلة. أوكي أول بيت نزال. الستون حتى الغريب أنه بدأ يزيد بعد، والله الستون هاوس تقريبا ما بيجون الاثنين في هالمنطقة. نعطيها ولوية بعد. هذا المكان يا شباب لو تذكرون في الحلقة الماضية ختمت وأنا باني هذا الأورشارد اللي نحط فيه السيدز مثلا العنب، يعني الفواكه والخضروات تزرعها، فراح أزرع العنب على أمل أننا نحط المصانع بعدين. طبعا تعرفون العنب من أهم مصادر سربته اللي هو الخمور وكذا، فراح تزيد سعادتهم بعدين، بنحط لنا مصنع يجيب لنا الخمر وغيره من السواليف والعياذ بالله. فوظفت واحد يزرع ويضبط الأمور، خلي بيك اب كل شيء. الأكل ما زال مخوفني يا رب، ستون يزلو، لوكز يزلو، كل شيء لو. الفاير وود أنا مكثر بيوت ستون، فمفروض أن الفاير وود يبدأ يزداد، يعني جايهم من ناحيتين، أضبط موضوع هذا لا، وفي نفس الوقت أضبط موضوع البيوت الستون، فجالس ألعب شغلتين يأثرون في موضوع الفاير وود بحيث أن المصانع حق الآيرون هذه تشتغل. الدجاج، الدجاج وش صار عليه ما شاء الله؟ البيض وصل عددهم ما شاء الله 27 من 24. طيب ليه ما تذبح؟ والله جالس يذبح. أوه حلو يجيب لنا فيذر، حلو الريش راح يدعمنا في موضوع الخياط هذا اللي هنا. يقول لي ما في جلد، طيب حول على السيرفايفل. السيرفايفل ما تحتاج جلد، مالك عذر. ما شاء الله زاد عندنا 10. هذا للهايت كوت، حلو ملابسنا الحين كلهم لابسين، ففي الشتاء بيكون فيه انجاز كذا، تطوروا المدينة من ناحية الملابس. وفي نفس الوقت مجرد ما افتح الايرون هذا او المنجم هذا اللي يستخرج لنا الفحم، راح ندخله مع الحداد وراح يعطينا نوع جديد او من اقوى الانواع اللي هو الستيل تولز. بعدها اذا كان الايرون عندك فائض تقدر تحولها الى هذا هاردننت تولز، وراح ياخذ منك واحد لوك واثنين ايرون وواحد كول. في نوع ثاني منه انه ياخذ اثنين كول يعني وكذا. بعدين تقدر تولز تكون برونز، برونز هذه يبالها مصانع، ولا كاربون اللي ما تنكسر، جيم ستون يعني من المجوهرات والشغلات هذه. انا للحين ما حليت مشكلة الايرون لان عندي مشكلة الفاير وود، هذا يطلب الفاير وود والسكان يطلبون فاير وود، والمصانع هذه اللي راح ابنيها تطلب فاير وود، فالوضع متأزم يا ساتر. هذا مجرد ما يخلص الستون راح تحل ان شاء الله مشكلته، راح نحط له واحد ثاني هنا. خلنا نشوف البيوت اللي انا بانيها. تقريبا انا باني 25، زيدوا عليها يمكن ثلاثة كذا ما بنوا او اكثر، وعندي 29 عائلة، يعني ما زلت تحت الاحتياج، فوصل الاحتياج انا تقريبا اذا بنيت البيوت هذه كلها. عندي 11 طفل شيء طيب، و10 تقريبا طلاب او 9، فالجيل الجاي مبشر. والله اني شاطح اليوم حلقة كاملة ترى لعب ضرب 5 وممكن احطها ضرب 10 لاني عارف كل واحد وش يسوي، وبس مسألة وقت لين ما يجونا من المواليد وتخلص البيوت هذه. في شور هاوس بنيته هنا على اساس يجيب الريدز لو تتذكرون، الريدز اللي نستخدمها مع هذا، بس الظاهر ان عنده ريدز كفاية الحين شغال ما عنده مشكلة. يقول لك عندك نومنز بدو جونا هنا، ما راح يقبلهم لو كانوا اقل من ثلاثة او اكثر من ثلاثة، لان مشكلتهم حتى امراض يقول لك يجيبون لنا 12 واحد ديناي. والله العظيم اني متحسف على الخمسة اللي جبتهم، ممكن يكونون هم سبب الهيلث هذا اللي نازل تقريبا. هذا لهم ووو 12 واحد اغلبهم حريم، شيت ما في اطفال بينهم، الحمد لله اني قلعتهم. انا عندي مجاعة 271 لكن قبلهم على اي اساس؟ سبحان مغير الاحوال. والله هذا هنتر اعطاني عين، يقول المزارع حقك وشلون شخص واحد 15 في 10 مساحتها ويجيب لك 1000 يا اخي. يقول ما شاء الله يا اعزائي المشاهدين، شفتوا شيء ماشي سالك معي؟ الله يرحم والديكم، ترى حظي ما يحتاج نسلك في واحد في 10 ما يسلك. هذا اكيد بيكون زعلان ما عنده الا بطاط بار. هذا صفر شايب، شايب هذا يبالع عسل.
خلنا نحشره هنا. التولز ارتفع العدد عندي لان الفايرود اشتغل، فبما ان الفايرود اشتغل ما شاء الله 100 يعني الحداد عندنا اشتغل واحد، هذا هو الحداد بيشتغل وبيزيد عندنا تولز. الشغلة الثانية مصانع الايرون بتشتغل، بيزيد عندنا الايرون نفسه، فالفايرود هذا بركز عليه تركيز تام لان بدونه ما راح اقدر اتوفق في المصانع لانه برضه يطلبون الفايرود. وات 60 مجاعة؟ لا 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 لا. اربعة في السمك كحل سريع، نبطئ الوقت شوية. يا اخوي اذبح من الخيول، اذبح سو شيء، تكفى لا تموت من المجاعة تكفى. في واحد مات من اولد ايج. هنا بداية النكبة اعزائي المشاهدين، الاكل صفر، هذا ليه ما يذبح من الخرفان؟ طير واحد ادعمنا شوي في الاكل، طير اثنين باك تريد شيب، ثلاثة هذا اللي جبتهم. الخيول طير، طير اثنين، اوكي 28 الاكل، هذا المفروض يروح يجيب اكل قبل لا يموت من المجاعة. روح فيه في المتجر اكل. انتظروا الشتاء بس، الحين بيدخل عليهم البرد. ايوه بدا حصاد الاكل، علامه كريهه هذه تروح الا المجاعه، لا الا المجاعه. الحمد لله راحت وما في احد مات، بالعكس انولد واحد سيجموندو. ويلكم يا سيجموندو. هذا المفروض انه ذبح. كرنت سيزن تريد شيب، كيف تريد شيب يعني ما يذبحهم؟ ابغى الصوف تريد شيب اربعه للمبادله يعني، بس يلا بالمره نشوف، خلنا نشوف سعرهم. فالاربعه هذا اللي بنصرفهم، هذا يستهبل ساكن، هذا بطير يا رب، هذا بطير اصطمخت معي خلاص. لا اخذ لك اولوية بعد. الاكل بنزيد في الهربستر بدل وضع توتر او القذر عفوا، نزيد واحد قذر ينوع لنا في مصادر الاكل. خلنا نسرع الوقت، يجونا شوية مواليد. ايوه هنا الحصاد يا رب، ما في الا عامل واحد، فاللي يجمع من تايلر الخياط لأنه في مصادر ناقصة عليه، وهذا من عامل، العامل الوحيد، وهذا فارمر واضح من الأداة اللي معه، هذا فارمر يعني حلو. في حالة انحشرنا زاد عندنا عامل واحد، هذا اللي يزيدون يا رب ترى متعلمين، فاستثمار طيب مثل ما قلت لكم. احنا ايش زرعنا هذا الموسم؟ البلاك بيري. ايوه المصنع هذا خلص، اللي هو ياخذ لي 13 كلية وثلاثة فيورنس فيول. فيورنس فيول انا مش ناقص صراحة ضغط عليه، خلنا نشوف يمكن عندنا زيادة. الفيورنس فيول هذا المصنع الثاني، هذا عفوا اللي ياخذ الفايرود يحوله الى فيورنس فيول، وبعدين الفيورنس فيول مع الايرون اوري هذا الخام يتحولنا الى ايرون سادة. فإذا عندنا فائض من فيورنس فيول بشغل المصنع. خلنا نشوف فيورنس فيول 8، لا والله ما في فائض. بزيد واحد في الجذر هاوس، نضمن مصدر أكل طول السنة. مشكلة المزارع أنها تجلس كذا معلق لما يخلص الشتاء، ونسيت ما أسوي لهم الدائرة الثانية. نرجع للبينز. طبعا احنا شغلنا أربعة في السمك رجعناهم. وات يجيبون 422 أربعة في السمك. طف السمك، وين عزيزنا الجذر؟ زد واحد هنا، عزيزنا الهنتر 3 من 3، عزيزنا العسل شغل واحد، وربي انها طلق. شوف العنب، هذه شجيرات العنب. التاجر هذا اللي جاني قبل شوي ايش وضعه؟ جايب لي ذرة من استبدل 500 و500، جايب لي ستروبري شلك 1000 من البطاط، 1000 بـ1000، اكل باكل ننوع للجماعة، وتكفى تجيب لنا من الويت، ولو بتجيب السيدز بتسوي خير. مع السلامة. والله اني خايف على بارن هذا يا رب، عمره 72 والهيلث عنده 0-0 والهابينس 0-0، وعنده بيض قريب منه يقدر يجي ياخذه، تولز ايرون عنده. ليه زعلان؟ ملابس فير، بيته صار فيه تنويع، يمكن عشان السنجل، والله ممكن. طيب جاركم ما عنده، وجاره سنجل بعد فارمر عمره 49، ضروري نشوف لها بنت الحلال. لاحظوا اني ما وصيت العمال ولا عندي عمالة اصلا يقصون خشب، زاد عندي الخشب، حلينا مشكلته، زاد عندي الفايرود بالزياد. الاكل ما زلنا نعاني منه شوي، ممكن احط لي واحد قذر هنا ويحلنا المشكلة، او حتى يكون هنا، صح ان الاشجار تتقص لكن اتوقع انتاجه بيكون كويس. خلنا نجرب نلزقه بالفورستر من ورا، دائرته كويسة لا باس فيها. والله اني اتذكر ان الفورستر هذا مثلا حتى لو شغلته تخزينتي الماضية كان قص قص والامور طيبة، وجنب الهنتر وجنب القذر
ويجيبون لي اكل كويس، فلانه هو يرجع يزرعها مره ثانيه. مثل ما تشوفون الكثافه هذه مفيده كثير في انتاجهم. شوف انتاجهم الموسم الماضي القذر 100 200 300 400 500 600 تقريبا، لكن 600 متنوعين هذا حلو فيه. وهنا ثلاثه هنترز انتاجهم بدا يكون سيء صراحه. هل يباني ابدل اماكنهم؟ ايش رايكم نجيب الهنتر هنا، احط الهنتر هنا واصير اشطح لفوق هناك واحط القذر معاه في هالمنطقه، وهذا الفورستر اشغله يقصقص في الاشجار. ممكن انتاجهم سيء خلاص، يعني الاشجار هذه يبون مكان جديد. هذا هنتر هناك، واحد قذر هناك، هذا المشروع المستقبلي، واربع بيوت خشبيه. وهنا نحطهم الستورج، اللي يبى الاكل يجي ياخذه من هنا، العمال يجون لين هنا بحيث هذول يكونوا مركزين في شغلهم. راح احتاج ستوك بايل، ستوك بايل راح ارصه جنب المخزن، خلى 7x5 جنب المخزن. على فكرة يا شباب، في عندكم هنا هلب يفتح لك الصفحة هذه فيها جميع المعلومات تقريبا. خلنا نشوف مثلا الهيلث، عندك الجيم بلاي، عندك مدري ايش، جميع الشغلات اللي موجودة عندك هنا يشرح لك اياها اذا ما عرفت اي شيء. الهوسبيتال، مع هوسبيتال نضغط على سيتيزن. الهيلث، هيلثي تاون هاز فرايتي اوف فود، شوف يقول لك التنوع في الاكل. و سبلاي اوف ميديكال او الميديسن اللي يجي من هذا الهيربلست. اما الديزيز اللي هي الامراض، اوت بريك اذا انتشرت الامراض عندك او نوع خبيث يعني من الامراض انتشر بين السكان، هذه كارثه. هذيك الساعه تحتاج الدكتور او الهوسبيتال. حاليا ما تظهر لي اي علامه امراض، فالامور طيبه ان شاء الله. كل اللي نركز عليه اللي هو الهيربلست عشان ساعدت عشان صحتهم، هيربلست، والشغله الثانيه التنوع في مصادر الاكل. هذا الشيء اللي انا اعاني منه. اما ساعدتهم يقول لك لو حطيت ماركت نفس الفورستر هذاك اللي رويتكم اياه، لو حطيت لهم بير نفس هذا شغلته يزيد ساعدتهم، تافر الحانه، الكنيسه، المقبره، وشغلات اللي تنكد عليهم او تنقص من ساعدتهم اللي هو الازعاج اللي يطلع من الماينز او الكواريز. وهذا جوابا على احد الاسئله في الكومنتات، انه يقولون لي الدائره الحمراء مش حق الازعاج، هذا الدليل ان الدائره حقت ازعاج وتعني انها تاثر على سعاده الناس، مش حاجتهم للاكل او احد مصادر هذا المصنع. هو القاعده حقي راحت، ايوه كذا تمام. فان شاء الله ان الهيرب او مداوي الاعشاب هذا يحل المشكله، يرفع سعادتهم شوي. مع اني انا باني واحد كبير في هالمنطقه بس لسه يمكن ما خلص. هذا هو، معليش يا شباب احس اني اتكلم وخشمي والله. الزكام الزكام الله لا يرويكم اياه. شوف هذا علامه استفهام، راح يبني هنا من هذا بلاك سميث. ايش تسوي هنا البلاك سميث؟ بدوا العماله ينتقلون هناك يضبطون المصانع اللي هو وين الاكل، متشوقين الى العالم الجديد. في سؤال جاني في الكومنتات يقولون ليه ما تحط 12 مزرعه؟ انا لو حطيت 12 مزرعه ايش التنوع اللي بقدر احطه؟ يعني انا السته هذول ما يخلصونهم، يعني ما ياكلونهم كاملين الا وطفشوا، تصير تنقص عائدتهم وما يجيبون هذا الاكل الى البيوت، ففيه ليمت معين. الا لو اني جبت سيدز، عشان كذا انا كل شويه ادور الويت 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 في تاجر عندي نسيته. فلو جبت بذور جديده هذيك الساعه راح انوع او اكثر من الفارمز. حلو، هذا جايب لي بقر واحد، سعرها غريب والله، سعرها غريب 250. خذ لك 200 من هذا و50 من البطاط. في اي بقره نزلت هنا؟ خلينا نسوي هذا كليم. ولا اشترته؟ قصبني صح؟ نصب احتيال عيني عينك. كان مكتوب تريد كاو مدري ايش، ممكن تكون عندي في الانفنتوري، اتوقع هذا الشيء نفس ما صار مع الشيبس. هذه هي تريد فرايس فريشين مدري ايش كاو. طيب انا ببيعها بكم يا عيال الذين؟ انا لو جيت ببيعها نشوف كم بتحط لي اياها. اوكي الحمد لله الاكل بدا يزيد شويه، ما شاء الله القذر شاد حيله هذا الموسم، 400 و200 هذه 600 700 800 900 1000 1000 وشي، يعني تقريبا جايب لنا من الاكل. لا 200 هذا فلاور ما ياكلونه، فالمهم انه شيء طيب. وعزيزنا الهنتر اثنين منهم 8 ريش هالموسم، حلو. خليه يخلص هذاك، راح انقلهم هناك شغل الفورست. فنشوف ايش صار على هذا الحلوين. هذا ما زال بيته بعيد، يحتاجون واحد بلدر. ما اوه كذا كارثة، ما عندي عمالة، لازم اسوي شيء ضروري يخلي عامل واحد عشان لو حد مات يستبدله وما اضيع انا بعدين في وظيفة كذا بدون عامل. العسل هذا انا شغلت واحد وما شغلت المحل، يا سلام علي. بنيت بيوت كثير احتاج عمالة بس ما زال في تأخير،
حاط السرعة ضرب 10. ايش السالفة يا اخوان؟ ايش المصادر؟ ايش المصانع اللي اقدر اطفيها؟ فشمان حاط لي واحد بس من 4. حلو البيت الخشبي الكبير هذاك شلوه، بنبني بيتين خشبيين صغار نعطيهم اولوية. اريد هالمزارع، مفروض انه 6 بيوت هنا اقل شيء لهالمزارع. ممكن استغل المساحة هذه اللي وراء، بس الستون عندي والله كفاية. وهنا بأسرع وقت نحط لنا بيوت. بيوت كتر الثاني ما راح أخليه هنا. هذا الفورستر جاي له، هذا شغال فيه، وهذا الفورستر مفروض أن يشغل فيه واحد بيوت كتر جديد في هالمنطقة على نهاية الستوكبايل حقه. هذا ما حطيت الستوكبايل يا حسافة، نخليه مواجه للخلف. هذه الطريقة الثانية. وستوكبايل خشبي نعطيه امتداده كذا. طبعا مجرد ما اوظف هذا انه يقصقص واشغل وود كتر هذا راح يزيد عندنا الفاير وود بشكل جدا كبير مثل ما تشوفون. اللهم لك الحمد انحلت مثل ما قلت لكم مشكله الخشب والفاير وود 276 276، وبدينا تاسيس القواعد للمشروع الجديد. عندنا تاجر ساند جاي تبيع لي رمل تستهبل، توكل على الله. فأقول لكم هذا المشروع الجديد، البيوت خبصت فيها شوية لأني ما كنت أشوف من الأشجار، ولكن مو مشكلة تعدل. هذا القدر هت، وهذا الهنتين كابين. عندي بيت فاضي هنا لسه ما حد سكن فيه، لكن من المفترض أن انحلت مشكلة هذا. في بيت قريب منك هنا اللي ساكن فيه يا ود كتر، لا تستهبل. أوكي أكثر من عائلة بس كلهم على الصف هذا، جميل. فورستر بيوتها كلها قريبة كذا، المشاكل تنحل يا شباب. مش بزيادة فورستر أو بزيادة الوود كتر، تشوف اللي موجودين عندك. شوف نفس هذا لسه ما انحلت المشكلة، مجرد ما تخلص البيوت هذه ما تنحل مشكلته. فدائما الحل أنك تشوف روتينه، تشوف حياته وين يروح وين يجي، تقرب عليه المسافات والإنتاج يصير عندك زي الفل. دائما الخلل عندك في أي شيء ناقص اعرف أنه السالفة فيها مشاوير. ما شاء الله في بيوت ستون هاوس ستون هاوس ستون هاوس. انا هجت معي والله في البيوت هذه الحلقة صراحة. ستون هاوس يعني هذا 1 2 3 4 5، وفي واحد انبنى هنا تقريبا. هنا هجت معي 4 أو 5، يعني قرابة 10 بيوت تقريبا بنيتها في هذه الحلقة. عدد البيوت عندي 32 والعوائل عندي 23، يعني مزود 10. اقول لهم المواليد يا مرحبا بكم، فهذه بداية العيد يا شباب، الله يستر علينا وعليكم. بس ان شاء الله تكون الامور ماشية زي الفل. هذا الشور هاوس خلص، احنا كنا حاطينه عشان يجيب لنا الريدز اللي يستخدم في الملابس. هذا كيف مشي اموره؟ والله الريدز عندي كفاية الظاهر في الستور. خلينا نشوف. لا والله ريدز صفر. اجل خلنا بنشغل واحد هنا عشان الملابس ما يخلص علينا. ما صدقنا بالله بعدين نرجع في الملابس، والفذر ان شاء الله يكون عنده كافي. طيب ارجع اشتغل على الجلود. اوكي رجع يشتغل. عندنا وفاة والبلاك سميث اثناء الولادة ماتت الله يرحمها. افا نو ليبر از افيلبل تو ريبليس. خلنا ننقص. عندنا وود كتر مات وبلاك سميث مات. اوكي بلاك سميث ممكن يبقى موجود هنا. لا بلاك سميث، طيب اللي موجود هنا المفروض تطلع علامة استفهام. أول شيء من الود كتر؟ أيوه هنا 2 من 3، هنا 3 من 3، وهناك 2 من 3، ولازم 7 مع هذا. أوكي كذا انحلت. أما البلاك سميث هذا ما أعرف أي واحد يقصد. الله أكبر، وصلنا إلى قرابة 8000 الأكل. أزانت أمورنا ولسه ما شغلنا هذا، مع أن عندنا أنواع ثانية من الأكلات الطيبة. خليه موضع احتياط. والبي هذا تقريبا انه زاد سعادتهم. خلنا نشوف انتاجه. طلع لي البي واكس، البي واكس هذا دخله في مصنع الرويال جيلي. اوكي هذا المفروض ان سعادتهم زادت. ايش رايك يا ارلين؟ او صحتهم زادت، معلش انا لخبط دائما. فمثل ما تشوفون زان وضعهم. والبيوت الثانيه هذه برضه في تطويرات شويه من ناحيه الصحه. هذا حبتين هابينس بس عشان في مصدر اكل قريب منهم. طيب ودي اجرب شغله. افا البيوت الخشبيه كان فيه زر تطوير هنا بس ظاهر بسبب هنا. اوكي ستون هاوس 35 و40. طيب اذا ببني واحد جديد نفس الشيء
يعني كأني بس. طيب لو هدمته هل بسترجع موارد؟ لو كان في استرجاع موارد الأفضل إني أهدم بدل أطور. شوف هذه هذه ميزة البيوت يوم تطورها. كنتري هاوس أقول لكم هذا طابق ثاني. بس تشوفون فيه مصادر غير اللمبر، هذا اللي مطلوب منه واحد، هذا بيلدينج سبلايز اسمه، والبيلدينج سبلايز هذا من ضمن المصانع الأولى إن شاء الله اللي راح نطورها. فانسي كنتري هاوس يعني راقي كذا وجميل، أو أدري في كلمة كذا يعني رهيبة، بحيث مثل ما قلت لكم البيوت هنا اللي موجودة تكون من طابقين وتشل عائلة من 6 أفراد، وهذا تشل عائلة من 7 أفراد. The most warm يعني أدفأ من كذا مفيش، وهذا warm أفضل من الكانتري هاوس. الكانتري هاوس أفضل من الستون وكذا، يعني فيه مراحل تطورها في البيوت، فلذلك ساعدتهم مع الوقت تقل، يبونك أنت تطور في بيوتهم ما تستمر على الستون، فما بالك بواحد يعني تمي على الخشب فترة طويلة. والله الذيبان هذا صراحة عاجبني، أنصحكم فيه وبشدة، ممكن أوظف واحد ثاني بعدين إذا زادوا عندنا العمالة، بس هي مسألة وقت يعني أزين وضعي، وبعدها إن شاء الله تشوفون تطورات. الحمد لله موضوع الأكل في السليم، أنا بس جالس أقدم الوقت ضرب 10 بانتظار شيء واحد، أن العمالة يوصلون عندي 5-6 كذا أصير أضبط الوضع في المصانع. خلينا نشوف الانتاج، ما شاء الله تبارك الله السنة الماضية 11,000 انتاجنا للأكل، واستهلاكنا 7,600، لكن هذا راح يتلاشى مع الوقت لأني جالس مسرع الوقت ضرب 10 مثل ما قلت لكم. وعدد البيوت حاليا عندي 34 والعوائل 22، يعني كل ما يوصل واحد عمره 10 على طول راح ينتقل بيت ثاني ويتزوج، فسرعة زيادة تعداد سكان بيكون مرة كبير. حاليا 76، فتلاحظون اني بوصل للمية بسرعة، منهم 47 بالغ و13 ستودنت و16 طفل تحت العشر سنين. الملابس 95%، وهذا شيء مستغرب، مفروض يكون 100%. عندي فائض 5 على بال ما يروحون يجيبونها بس من المحل خياط. التعليم 77%، نسبة جدا جميلة. وصلنا للسنة 21 تقريبا. في هذه الحلقة أنا لعبت يمكن 5 سنين، قدمت الوقت بزيادة، بس الحمد لله نظام الأمور لعبتها صح، من ناحية الحطاب، من ناحية الخشب. إيش هذا إيش هذا إيش هذا إيش هذا إيش هذا إيش هذا إيش هذا؟ ترين تين تين. إنفلونز هاز أكورد. إنفلونز الخنازير جاهم ولا إنفلونز الطيور؟ الله المستعان، من كثر الحيوانات اللي حولنا. شوفكم إن شاء الله على خير يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.